مولاي المعظم الشيخ محمد علي الجعبري وتجار الخليل. خلهم يتفضلوا. يا هلا يا هلا يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا بالشيخ محمد الجعبري ورفايقه، شرفتونا. يا هلا بريحة فلسطين وهلها. يا هلا بيك أجلة الملك. هذا مفتاح الحرمين الإبراهيمي، وأمان في رابتكم يا جلالة الملك. أنت أملنا بعد ما فقدنا الأمل، وبلادنا بتطلبكم. المستوطنات بتضايقنا، ورانا مهجرة وبيهددونا، وخاصة مستعمرة كفر عسيون وقاطعين علينا الطريق. ونشدكم يا جلالة الملك، وقبل ما يرحلوا الإنجليز تغيسونا. الحرم الإبراهيمي يناديكم، وعهدي في رابتكم. أبشروا، اللي قاعد يصير تارك أثر بليغ، وحماية فلسطين واجب علينا. أنا بتذكر رسالتك يوم 17 نيسان اللي طلبت منا فيها إنقاذ الخليل وطرقها وما حولها. هذا الشيء اللي متعملينه من جلالتكم. سياستكم أخذت البعد الأومي، ونحن عارفين أنه هذا أساس الفكر الهاشمي الحريص على وحدة الأمة العربية وصون حقوقها. وثقتنا بجيشنا الأردني كبيرة. الجامعة العربية نأت التدخل قبل 15 أيار، واللي قاعد يصير شيء يندى له الجبين. اللي بده يصير من اليهود بعد فهم جلالتكم السيطرة على كل الطرقات والمناطق الاستراتيجية وعلى القدس كاملة. هذا من ضمن عمليتهم العسكرية الأفعى، واللي هدفها السيطرة على كل الطرق حتى يمدوا المستعمرات بالإمدادات ويقطعوا الطرق علينا. للأسف الصهاينة ضاربين قرار التقسيم بأرض الحائط، وأنا قلتها إذا ما تعاملنا مع قرار التقسيم بعقلانية رح نخسر ثانية وثالثة ورابعة، لأن الصهاينة ما هم راضيين بقرار التقسيم، يريدون أكثر. والشعور العربي ما بيشفي الغليل، مشاعركم اتجاهنا تمتلك الشهامة والرجولة. دائما أقول اللي يحب العرب يدعي لوحدة كلمتهم وجمع صفوفهم. أبشر، حنا لعيناك وعيون أهلنا فلسطين. أبو فارس، أرسم خطة ونفذها لحماية أهلنا فلسطين. أمرك سيدي. يا هلا، تفضلوا تفضلوا، استريحوا. قهوة ضيوف يا ابني. استريحوا. يا هلا يا هلا. الضيف. جاهزة؟ تجهز إن شاء الله. إن شاء الله. جعان؟ إي والله جعت يا فناطل. ويلي على المقلوبة. ما شاء الله، ولادك؟ هذا ابني طاهر، وهذه مريم، وهذه هبة. هبة من الله. تدري وعدتهم باكر اعود لهم، خاطري خاطر اشوفهم يا اخوي. تعود لهم بعون الله من انتصر. الله يسمع منك. امين. باذن الله اللي اعود لكم باكر يا حبايبي، منصور أو شهيد بعون الله. انشد دود العز وضحوا مغاتير، عنا لها نقبل على وارف الموت، نكفخ على الطيبة كما كفخت الطير، يوم العزاوي ترفع بعالي الصوت. هذه منطقة المسؤولية إلنا، وهي منطقة كفر عسيون ومنطقة العروب. زي ما بتلاحظوا المنطقة وعرة وفيها طيات أرضية وأشجار. هذا موقعنا، هدفنا الرئيسي تطهير وتدمير مستعمرات العدو عشان نخلص المنطقة من شر هاي المستعمرات. المستعمرات محصنة جيدا، فيها ألغام وأسلاك شائكة، بالإضافة لبرجين مراقبة من الشرق ومن الغرب، وفيه خندق اتصال بوصل لدير الشعار اللي متحصن فيه مجموعة من الهجانة اللي قاعدين بيمارسوا دورهم بالسيطرة على طريق بيت لحم والخليل. ملازم زحيم وملازم وليد، انتم مهمتكم الاسلاك الشائك واحداث ثغره عشان الاختراق.
مفهوم؟ حاضر سيدي. ولازم نواف انتو مجموعتك طريق اختراقكو عن طريق دير الشعار، وبعدها بتساندونا لاقتحام المستعمرة. واضح؟ واضح سيدي. يا رجال احنا لازم ننجح بتحقيق هدفنا عشان نكون عند ثقة قايدنا الملك عبد الله فينا، وعشان ننتصر لاخواننا. هاد عنده اي سؤال؟ واضح سيدي. خطوة ربيم تفوتوا من ذا واشتلتوه لما كون بين بدرخ اللي كان كخوت شلان خلك براخ خلك نيران تبلوبو زهد عامي ماشي زي البرشمت. تشتغي مياد أتم بني إسرائيل
خيابيم لهخزيك معماد ولهجين على يتنخلوت ونحن نشلح تكبرت مياد ذو انسحب. لا مش راح اتركك. روح نادي باقي الكتيبة انسحب. تعزيزات سرية 12 طالبة إسناد لكفر عصيون بواجهة تحصينات منيعة كلوب باشا بلغ عبد الله التل يحرك قواته فورا امرك سيدي يا
كان أدري أنا خلنا وسيم كم يتضي خلتين كان ما كبري روش حقانا بكشر إمانسي أمريكاي تروتمان للخوت على ملك عبدالله لمتو فترون ميدي ترك اللي بإيدك تعال أقول لك الأخبار الحلوة خير شو فيه؟ أقول لك الجيش العربي والمناضلين مشتبكين مع اليهود في كفر عسيون من اليوم الصبح الله يخلي الجيش العربي والمناضلين الله يحمي جلالة الملك عبد الله لبى الواجب آمين يا رب سمعت الخبر يا جماعة قولوا الجيش العربي اشتبك مع اليهود في كفر عسيون هل إيه كنا نحكي بالموضوع يا أبو العبد الله ينصرهم يا تجار الخليل يا تجار الخليل تعالوا اسمعوا الأخبار الحلوة تعال أقول لكم من بكرة إن شاء الله راح نستورد ونصدر ونعيش الحياة أحلى من قبل الجيش العربي والمناضلين مشتبكين مع اليهود في كفر عسيون الله ينصرهم يا رب قولوا أمين أمين قولوا أمين أمين والله إنه معك حق هلأ وصلناك بصعوبة هلقيت إجيناك من بيت لحم الوضع نار كثير كثير في كفر عسيون الطخ شغال لأبو موزة عشان نوصلكم لهون إجيناكم من طريق تاني افرحوا يا اهل الخليل افرحوا يا اهل الخليل ادعوا لهم الله ينصرهم يا رب امين يا رب يا رب يا رب يا الله
خلف خلف. وعدتهم عودة فيهم منصور، والحين معود لهم شهيد. إن شاء الله يرفع راسهم بي. خلف خلف. السلام عليكم يور ماجستي. وعليكم السلام. استريح. Have a seat please. Thank you. الرئيس الأمريكي ترومان يناشد جلالتكم بوقف الهجوم على كفرعسيون. هذه المستعمرات شرف المنطقة، ضايقة أهلنا في فلسطين، حنا جينا نحمي أهلنا، ما رح نوقف حتى نطهر المنطقة من شرهم. These colonies are evilness in the area. It causes harm to our people in Palestine, and it's our duty to protect those people. We will not stop until we end this evilness in the area. سيري تولى موضوع الأسرة وازل النساء عن الرجال. هذا سيري. أنت وأنت خذوا النسوة للمنطقة الإدارية. يلا هنا وراي تابع
خذوا الأسرع السيارات. سيدي، معركة في كفر عسون كانت حامية جلالة الملك، وبرقية وصلتني إنه إحنا تقدمنا والنصر حليفنا والمستوطنة صارت بين إيدينا. الحمد لله. أعطي تعليماتك اللطف بالأسرة ويعاملوهم المعاملة اللي تفرضها علينا ديننا وأخلاقنا. أمرك سيدي. يا عقلة، هذه عندك أمانة، أسرناها واستجارة فينا. تعالوا عليك أمان الله، تعالوا اشرب كاس مي. أنا بدي نقول لأسرة لأم الجمال. الله يقويك حكمة بك. بدك شيء؟ الله معك. يا الله. سيد صام الغيادة. نعم سيدي. حكمة بك، خذ حذرك، أهالي السلطة الجميع يريدون أخذ التار من الأسرة. حاضر سيدي. الصلت قايمة قيمتهم ودهم ياخذوا ثارهم من الأسرة. ايش بدنا نسوي؟ انا بقول اروح لحالي احكي معهم وبعدها بننقل الأسرة. تمام، الأسرة انا بأمنهم وانت روح احكي معهم. يا جماعة اهدوا، أنا ابنكم، أنا حكمة مهيار ابن السلط. يا حكمة باشا، احنا ما بدنا يصير هيك. احنا والشعب الفلسطيني شعب واحد ودمنا واحد، والدم ما يصير مي. اهدوا، هذولاك الأسرة وقعوا بيدينا بعد ما انتصرنا عليهم، وحنا جينا نوصلهم إكراما لله وللملك عبد الله ولجيشه الأمين. ترى إذا اعتديتوا عليهم حنا رح نخسر أبناء فلسطين وأبنائنا الموجودين بيافا واللد والرملة. ارفقوا بيهم، ترى حنا عرب والعرب من أيام الرسول عليه السلام ما اعتادوا لساء للأسرة. وانتوا يا أهل السلط، يا أهلي، أهل شهامة، أهل نخوة، وما بترضوها. حنا ودنا نوصلهم لأم الجمال لغاية ما يشوف الملك أمرهم. الملك وصانا بيهم خير وانتو خير الناس. زين زين، نقبل دخالتهم، نقبل دخالتهم بوجه الملك عبد الله وعشائر السلط. لا بالله، نقبل دخالتهم بوجه عشائر الأردن كلها. الحمد لله، انتصارنا في كفر عسيون انتصار لجيشنا المصطفوي. هذا الجيش اللي هو صوت الوطن وصوته. مبروك لنا هذا النصر الكبير. أرجو الله لكم التوفيق في كل أعمالكم وأسلم عليكم.
هنا إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من القدس. أصدر جلالة الملك عبد الله الأول توجيها لرئيس هيئة الأركان بصفته القائد العام للجيوش العربية الأمر الملكي التالي: أطلب إليكم جميعا أن تستعدوا إلى الخدمة في عملية إنقاذ فلسطين، وأن تتأهبوا لكفاح الشرف، وأن تربطوا حاضركم بماضي أجدادكم الذين احتفظوا بالكرامة القومية والشهامة العربية، فتقدموا برعاية الله عز وجل لتنضموا إلى إخوانكم المحاربين في الحرب المقدسة وقوات الدول العربية الشقيقة. من مات منكم فهو شهيد، ومن عاش فهو سعيد. الملك فيك وفي بنيك، وإنه حق من الآباء للأحفاد، وأمانة التاريخ في أعناقهم من عهد بابل يوم نهضة عاد. تعث العداة فما استكان لبطشهم حر، وإن هو ناء بالأصفاد. ظلموا وما علموا بأن وراءهم شعبا، وأن الله بالمرصاد.